خلاص هي مسألة وقت، مجرد مباراتين ويحافظ الزمالك على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. قبل ما أتكلم كتير عن متعة الزمالك النهاردة والأداء الكبير اللي عمله مع مصر المقصة اللي هبط رسميا النهاردة إلى دوري الدرجة الثانية، أتكلم بالتأكيد على الخبر اللي كان أهم النهاردة، وهو استقالة الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من إدارة لجنة الحكام، واستلام مارك لاتنبرج المهمة خلفا له. موضوع كبير، أحداث كثيرة، كلام كتير في الكواليس، بس الأول نعرف ونفهم من الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانت طيب وهم طيبين وبخير. وحضرتك طيب وبخير يا كابتن عصام. اليوم يعني تم الإعلان رسميا عن الاستقالة اللي كنا نسمع عنها بقالنا فترة طويلة، ليه حضرتك خدت القرار النهاردة؟ والله أبدا، هو القرار اتاخد يوم 15/6، الاستقالة كانت يوم 15/6 ومش النهاردة زي ما الناس قالت، ولكن انا التزمت بكلمه مع الاستاذ جمال علام ان انا اكمل لحد ما يجي الخبير الاجنبي. فده اللي حصل بالظبط، فانا قررت امس ان خلاص هيكون لي اخر يوم ليا في الاتحاد امس. على اساس الراجل موجود في مصر والراجل بياخد عمله صعبه، فيجي يتولى المسؤوليه وكل البيانات وكل المعلومات عن الحكام موجوده، وكمان اعضاء اللجنه الموقرين اللي كانوا بيشتغلوا معايا اللي عملوا مجهود كبير بشكرهم واحد واحد الحقيقه، هيكونوا موجودين معاه وممكن يمدوه بكل اي بيانات هو عاوزها الحقيقه. ليه يا كابتن عصام ما حبيتش انك تشتغل معاه الفتره اللي جايه؟ بص يا كريم، اتفضل. انا رافض المبدا نفسه اصلا يعني، ولكن تعالى نتكلم بالمنطق كده. اتفضل. انا هشتغل معاه، وعلى فكره اتحاد الكره طلب مني ان اشتغل معاه كرئيس لجنه، انا رئيس اللجنه. حضرتك تبقى رئيس اللجنه وهو يبقى التايتل بتاعه ايه او المسمى الوظيفي؟ هيكون هو مدير التطوير. مدير زي التطوير. ما عندنا، ما احنا عندنا في لجنه الحكام كذا قسم، مثلا عندنا مثلا اللجنه الفنيه، لجنه الفار، اللجنه الاداريه وهكذا يعني. تمام؟ خلينا نتكلم بالمنطق والعقل. هو هيشتغل يمسك التطوير، فشل مثلا هيقول انا اللي فشلته، اسهل حاجه. تمام. نجح، ما انا عملت، انا كنت عملت الدور الاكبر في النجاح، ايضا مش هبقى موجود في الصوره. فاذا هو يتحمل المسؤوليه كامله. هو ده القرار الصحيح. طب كابتن عصام، هل كان فارق معاك انه ينسب ليك شيء، ولا كان فارق معاك انه نجاح التحكيم المصري او منظومه التحكيم المصري؟ لا، فارق معايا نجاح التحكيم المصري، بس انا ليه اخش في تجربه انا من المبدا رافضها؟ ايه المبدا يعني؟ ايه المبدا اللي انت رافضه؟ بص، ما هو انا مش عاوز اخش في حاجات الناس تفتكرني ان انا بهاجم الراجل. لا، بالعكس، انا بتمنى له التوفيق، لان ده تحكيم المصري. صح. وبتمنى الناس اللي هتشتغل معاه تبذل اقصى جهد ان يحققوا نجاحات. لا، حضرتك دلوقتي خارج المنظومه، فقول لنا ايه اللي احنا نقلق منه وايه اللي احنا نطمن له. السؤال السؤال، احنا جايبين الراجل ده عشان تطوير ولا جايبينه شو اعلامي؟ نقول احنا جبنا هو خبير اجنبي وخلاص ونفكت الناس والاهلي والزمالك والقصه دي. هو ده الهدف. لا، احنا جايبينه ليه؟ جايبينه عشان تطوير. طيب، ده سؤال. طب لما نيجي نجيب تطوير، هل هو الافضل اللي يجي مصر، ولا في ناس تانية نسال اهل الذكر عشان نشوف مين الافضل؟ مين الافضل اللي يجي عشان نستفيد منه؟ ده السؤال يا طب لا، ما انا ده السؤال اللي انا ممكن اطرحه وحضرتك اللي تجاوبني. يعني انت شايف ان كلاتنبرج كان في افضل منه ممكن يجي مصر؟ ده من وجهه نظري، انا بتكلم كخبير في الفيفا. تمام. ده من وجهه نظري ان كان ممكن. لو حد سالني، اللي كان مسؤول عن هذا الملف سالني مين اللي يجي، كنت اقول لهم مين يجي، ارشح لهم اكتر من واحد بسي في محترم ويسالوا عنهم ويعرفوا. انت فاهمني ازاي؟ مش انا مثلا كلاتنبرج صديقي او صاحبي اجيبه او لا لا لا، القصه ما تبقاش كده. لازم يبقى نسال عن على فكره. البعض بيقول لك ده كان حكم كبير. كان حكم كويس، بس ما راحش كاس العالم. بس هو كان حكم كويس، بس مش شرط انه يكون مسؤول كويس، مش شرط يكون محاضر كويس، ومش شرط يكون راح كاس العالم يبقى اداري كويس انه يرقص. ما انا معاك، بس يعني الاداري كويس لازم يكون عنده مقومات يا يا كريم. لازم على الاقل عشان اجيب خبير، لازم على الاقل يكون محاضر في الفيفا. على الاقل يكون محاضر في الفيفا وعنده تجارب ناجحه وتجارب مختلفه في اكثر من مكان تكون ناجحه.
انا مش عاوز اتكلم على هذا المبدا، ولكن احنا نتمنى له التوفيق، ودي تجربه هو هيخوضها، الناس هتساعده، مصريين، اتحاد الكوره، لكن انا المبدا نفسه رافضه. بس طيب، منظومه التحكيم الفتره الماضيه يا كابتن عصام بصراحه شديده شايفها كانت ناجحه بنسبه كام في الميه؟ بس انا عاوز ابعت بعض الرسائل الهامه واقول لك ناجحه ولا مش ناجحه. اتفضل. واحد، ان عاوز اقول البعض قال لك ان لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه. اقول لهم عيب. عيب. لان لو لجنه الحكام تفتقد الى النزاهه والشفافيه، اذا بالتبعيه الحكام مش نزاه ولا عندهم شفافيه. صح ولا غلط؟ ده ألف ب، لان هم اللي بيحكموا مش لجنه الحكام. فاقول لهم ان لجنه الحكام ده فئه من الشعب المصري. عيب لما احنا مصريين نتهم فئه ان هي تفتقد الى النزاهه والشفافيه، ده عيب. وعيب لما حد كبير يقول ده، عيب. انا مش هقول اكتر من كده، بس ده عيب. بس اللي عاوز اقوله وارد عليه واقول له، حكامنا بخير وناس شرفاء وناس محترمين، لكن للاسف ناس كتيره بتضغط عليهم، مؤامرات كتيره بتحاك ضدهم، اولا من اسر التحكيم ثم من اطراف اخرى. لكن اللي ألمني كتير هذه الجملة، النزاهة والشفافية. عيب. أقول اللي قال الكلمة دي أقول له عيب. دول ناس محترمين، فيهم الدكتور والمهندس والطبيب و و و و. فعيب. يعني عيب. دي اللي ألمتني كتير، وكان نفسي الاتحاد يرد على دي. بس. كان نفسي. دي حاجة. طيب. قلت لك إن سألتي كانت من 15/6. هو موثق على فكرة. طيب، وكنت ممكن استمر كرئيس لجنه الحكام، بس الـ 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 الفكره انا مش حاببها يعني. بس يعني انت اللي حضرتك اللي استقلت من نفسك ولم تجبر على الاستقاله؟ لا، انا بكلمك على الهوا اهو. لا بالعكس، انا باكد على المعلومه عشان بعض الناس قالوا 15/6. انا بكلمك معلومات موثقه، مش بقول اي كلام. من 15/6. وعلى فكره وكان بقائي باتفاق بكلمه شرف مع الاستاذ جمال علام لحد الراجل ما يجي، لان كان من الصعب اسيب التحكيم المصري في هذه الفتره يعني. طيب كابتن عصام، هكرر سؤالي بعد اذنك. هل شايف نسبه نجاح منظومه التحكيم في الفتره الماضيه توصل لنسبه كام في الميه؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجه مهمه يا كريم. اتفضل. وهجاوبك. اتفضل. بس داخله في سياق السؤال. يلا. لعبه الاهلي الهدف في ماتش فاركو. تمام. حوالي او معظم المحللين قالوا انه هدف سليم الا واحد بس. اللي هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لكن كل المحللين وحللوا الحاله. للاسف حتى التحليل غير مبني على الواقعيه وبروتوكول الفار. ده اللي جنني. الوحيد اللي حلل ببروتوكول الفار هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف. تسالني تقول لي اشمعنى، اقول لك لانه الوحيد اللي واخد رخصه محاضر فار. الوحيد اللي دخل غرفة الفار، الوحيد اللي اشتغل في الفار من كل المحللين دول، ولا واحد معاه رخصة فار كمحاضر. فازاي تحلل؟ ازاي تقول معلومات وانت مش عارفها؟ حرام. لازم نتقي ربنا في حكامنا. دي حاجة. فإذا الحالة دي احنا قلنا ايه لاتحاد الكورة؟ قلنا نجيب اللي حصل في غرفة الفار. طبعا. وده يا كريم مسجل صوت وصورة. عظيم. صوت وصورة. جبنا الحاله، لقينا ان الكابتن محمود عاشور لم يخطئ، وان قراره ان النقاط اللي هو وضعها سليمه فيها من 100%، وبعد كده التقنيه اللي بتقول تسلل ولا مش تسلل، وانه عاد الحاله مرتين، مره بالدبل لاين عشان الناس بس تفهم اللي بتحلل، ويا ريت يعرفوا الدبل لاين يعني ايه وبنستخدمه ازاي، يا ريت يعرفوا، ومره بالترانجليشن اللي هي اللي بيكون فيها اكثر دقه. في المرتين طلع الهدف تسلل. كان نفسي ان احنا نطلع هذا الشريط، هذا الكليب، هذا الفيديو على موقع الاتحاد للراي العام. ليه؟ لان الانسان لما يجي يعدموه بيقولوا نفسك في ايه؟ فعلى الاقل لو هو مظلوم نشوف مظلوم ولا لا. فمحمود عاشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل، ولذلك محمود عاشور على مسؤوليتي الشخصيه فقط حكم اليوم. حكم مباراة اليوم. تاني يا كابتن عصام، انت بتقولي على مسؤوليتك الشخصية فقط الكابتن محمود عاشور كان في مباراة طبعا، لأن بيراميدز وغزل المحلة اليوم. أنا عينته وأنا رئيس لجنة الحكام، لأن أنا الرئيس المسؤول إن يجيب له حقه. طب هل كان في رفض من اتحاد الكورة على تعيين الكابتن محمود عاشور النهاردة؟ ممكن يكون كان في تحفظ من اتحاد الكورة. أنا بكلمك بكل مصداقية بقى، أنا خارج بالظبط. ما أدام حضرتك قلت على مسؤوليتي، يبقى كان في تحفظ. ما على مسؤوليتي أنا، ليه بقول على مسؤوليتي؟ أنا ببعد المسؤولية عن اتحاد الكورة.
عشان ما يخشوش طرف في صراعات مع طيب حد. ممكن اسالك في سؤال اكثر من كده تاني؟ طب اسالك في اكثر من كده تاني ان انا بتحمل المسؤوليه؟ لا اتفضل. طب كابتن عصام في نفس السياق وانا اكلمك، انت دايما تتحدث عن احيانا عن روح القانون وازاي نتعامل مع القانون وازاي الحكم يبقى ذكي. هل مش كان من الافضل انه الكابتن محمود عاشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الاجواء المشحونه دي عشان خاطره هو شخصيا يبعد عن الاسبوع ده وما يبقاش فيه ايقاف ولا حاجه، بس في حكام كتير وانت بتحرك حكام كتير على مدار الاسابيع، ليه محمود عاشور او كابتن محمود عاشور يبقى موجود النهارده حتى لو هو ما اخطاش زي ما حضرتك بتقول، ويبقى الموضوع شويه فيه يعني ايه اثاره للجدل في الفتره اللي مش محتاجه اثاره للجدل؟ انهي جدل؟ ما انت حضرتك متابع. واحد مظلوم. الله، هو احنا نقتل واحد ونشوه صورته ونتكلم عن نزاهه وشفافيه وفي النهايه نقول اوقفوا؟ ابقى انا راجل ظالم. ابقى انا راجل ظالم وما احترمش نفسي. واحد صحيح سليم قراره صح اقتله؟ أنا العداله فوق كل شيء. ده مصر كلها بهدلته يا راجل. الله، وهو كان عاوز العداله فقط. كان عاوز يتحقق معاه، كان عاوز نشوف الحاله. واحنا جبنا الحاله من غرفه الفار وكنا عاوزين نعرضها، اتحاد الكره رفض. بس رفض ليه؟ يحترم رايهم. قال لك ان كل نادي هيطلب لو في مشكله يطلب نزيع الحاله بتاعته. على فكره انا كان عندي راي واعتقد ممكن يتنفذ في المسابقه، ان احنا الحالات الجدليه نعرضها على موقع الاتحاد. حتى لو احنا كنا فيها صح او خطا ونتعلم من اخطائنا. وده يا فندم، قانوني على مستوى، ده قانوني على مستوى العالم يعني، دي حاجه في بعض الدول بتعمل كده. ايه المشكله؟ ونعرض اذا كنا صح او كنا غلط. طيب. انما من الظلم يا كريم ان واحد يبقى صح والدنيا كلها تهاجمه وكمان نتهم بعدم النزاهه والشفافيه. طيب لا. بالمنطق بتاعك ده يا كابتن عصام، ليه كابتن محمود عاشور النهارده ما كانش حكم ساحه مش حكم فار للمره الثانيه على التوالي؟ عادي، لان عاشور حكم دولي فار وحكم كبير في الساحه. عادي، يعني اصلا انت كنت لسه مديله فار. انا ليه رجعته في الفار؟ عشان اقول للناس انه كان صح في الفار. فبديله تاني فار. بس فبتديله تاني فار. طيب السؤال، هرجع السؤال لثالث مره، نسبه نجاح منظومه التحكيم المصري حتى هذه اللحظه لحد ما حضرتك مشيت كنت شايفها نسبه قد ايه؟ ممكن انا اسالك سؤال قبل ما اجاوب؟ تمام، بس هساله المره الرابعه. اعتبرني انا المذيع بقى. اتفضل يا كابتن عصام. مره انا نفسي ابقى مذيع مره. اتفضل. نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نمسكها منظومه منظومه بقى، هنقعد كتير. لا توتال مش عشان احنا ناخد الحلقه كلها بتاعتك ونضيع وقتك. لا ما انا كنت لسه اقول لك. تاخد كام من 10؟ تديها كام من 10؟ انا بسالك انت. تديها وانا اتكلم على التحكيم، اديك كام من التحكيم؟ لا احنا لسه، لا عندنا نواقص في حاجات كتيره جدا. ونفس القصه في التحكيم، في نواقص كتيره جدا. عندنا نواقص. طب احنا عندنا التحكيم. كان عندنا نواقص بنحاول نطور فيها. كان عندنا بنحاول نطور فيها. ما انا اقول لك يا كابتن عصام، كان عندنا نواقص كبيره جدا على مستوى المنتخبات، فجبنا للمنتخب الاول مدرب اجنبي، جبنا للمنتخب الاولمبي مدرب اجنبي، وجبنا للتحكيم خبير اجنبي، يبقى احنا ماشيين صح؟ وممكن نبقى ماشيين غلط. في الثلاثه؟ يعني احنا لسه شفنا حاجه؟ طيب نجرب. يعني طب ما احنا كان، هو احنا كان ما عندناش خبير مدرب اجنبي قبل كده للمنتخب اللي فات واللي قبليه واللي قبليه؟ اللي جه مثلا الكابتن ايهاب جلال جه مثلا ماتش ولا ماتشين؟ هل دي تعتبرها تجربه؟ لا، يبقى فيها ظلم لو هنقول تجربه لهذا الرجل. طيب لا، فيها ظلم. طيب فعشان كده السؤال المقابل يا كابتن عصام، الفترات اللي فاتت كلها في لجان التحكيم المختلفه، مش بتكلم على فترتك بس، شفت اي تطوير او نجاح واضح للحكام او منظومه التحكيم في مصر؟ سؤال رائع. اتفضل يا فندم. احنا كم مليون؟ فوق ال 100 مليون. خلينا 100 مليون. 80 مليون بيتكلموا في التحكيم. و 80 مليون بيتكلموا في الكوره بشكل عام. انا بتكلم على التحكيم. تمام. التحكيم بالذات لانه في حاجات جدليه وفي 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 ودايما بيدخلوه في كل صراعاتهم، صراعات الانديه ورؤساء الانديه، ابسط حاجه الحلقه الضعيفه اللي احنا بندمرها وهندمرها. تمام؟ بيدخلوا التحكيم في كل شيء. يعني احنا عاوزين يعني شويه قبل ما ندمر التحكيم عاوزين نبعده عن صراعاتنا. انت بتتكلم على التطوير. انا مرارا وتكرارا قلت لكل خبراء الاعلام اتفضلوا تعالوا شوفوا احنا بنعمل ايه، وتعالوا اوريكم الفيفا بيعمل ايه، وتعالوا اوريكم الاتحاد الافريقي بيعمل ايه، عشان تشوفوا ان احنا بنعمل زيهم بالظبط ويمكن اكتر. محدش جه.
ينقده بس بدون درايه. طيب على ماذا يعمل الاخر؟ ممكن ادي لحضرتك مثال؟ انت حضرتك نفسك وانا اشدت بيك وباشدت بلجنه الحكام على الحكام الاجانب اللي جم الفتره الاخيره في مصر في مباريات كبيره ومعظمهم اجاد بنسبه كبيره جدا، وقلت ده ينسب للجنه الحكام اللي اختارت الحكام دي او رشحت الحكام دي للمباريات دي. احنا لما كنا بنشوف حكام اجانب بصراحه يا كابتن عصام كنا بنشوف الفرق في تفاصيل صغيره اللي هي كبيره، لو مثلا حكم ما بيستناش الفار كتير، اللعبه ما بيقفش كتير، قرارات حازمه، لعيبه بتلتزم، حكم مش مهتز. انا بكلمك بصراحه في تفاصيل لما بنحطها في المقارنه. وانا اكلمك باكثر صراحه يا كريم. اتفضل. الحكم الاجنبي 50% من درجات النجاح حاططهم في جيبه قبل ما يخش الماتش. وهي الثقه يا كريم. خلينا نتكلم بس باكثر منطقيه. اتفضل. احنا بنهدم التحكيم بايدين. والبدايه ومؤامره كبيره على التحكيم بتبدا من اسس التحكيم. وتخش معاها اطراف اخرى. أطراف أخرى. يا راجل ده الحكم بيخش يا راجل مرعوب من الناس. من الهجوم اللي عليه. ده لا يكون في عون الحكام المصريين. تقول لي حكم أجنبي، الأجنبي بيعمل اللي هو عاوزه وغصب عنك هتقبله. طيب مين من مصلحته في كل الأندية المصرية؟ في كل الأندية المصرية، مش هتكلم على منظومة التحكيم، ممكن يكون أي شخص ليه أهدافه، بس مين مصلحته من الأندية المصرية إنه يهد التحكيم ويبقى فيه مؤامرة على التحكيم، وأنا من مصلحتي كنادي إنه التحكيم يبقى في أحسن حال عشان آخد حقي وآخد العدالة الكاملة، مين من مصلحته إنه يهد منظومة التحكيم؟ يعني أنا مثلا راجل بشتغل في الإعلام، أنا عايز أهم منظومة في الكرة المصرية تبقى منظومة سليمة وجيدة هي منظومة التحكيم عشان هي بتهدي الأجواء كلها لو المنظومة إجابة. سليمة. ده مش سؤال يا كريم، دي إجابة رائعة. دي إجابة رائعة. ان احنا لازم يبقى عندنا ثقه في التحكيم عشان يبقى فيه يا كابتن عدالة. كابتن عصام، مين هدفه هدم منظومه التحكيم يا كريم؟ اللي بيحصل حاليا ضد التحكيم ما يحصلش في اي مكان في العالم يا كريم. تشكيك في كل شيء. انا زعلان منك كرئيس نادي ادخل التحكيم. نادي مش عارف ايه دخل التحكيم. عمر ما حد بيبص لنفسه. هو يستحق ياخد الدوري ولا لا؟ فرقته كويسه ولا لا؟ ماشي، احنا عندنا اخطاء يا سيدي، وانا بعترف ان عندنا اخطاء زينا زي كل الناس، زي الفرق اللي عندها مشاكل، زي الناس اللي ما بتطورش من فريقها، زي بعض اللاعبين في مستواهم نفس القصه. ممكن يبقى الحكم في يوم مش من مستواه، ممكن يغلط، ممكن يبقى في اخطاء. انا لن انكر ده خالص يا كريم. حتى لما قلت لي على مستوى التحكيم قلت لك مستوى الكوره ايه، احنا زي نفس هذا المستوى. قلت لي في نواقص في التحكيم، قلت لك اه وبنشتغل عليها. لكن مش معقول هنصلحها في يوم وليله او في 7 شهور، مستحيل. ما سالتنيش ايه اللي اتعمل في التحكيم كويس. يلا يا ريت. كله بيتكلم على المشاكل. يا ريت. انا هديلك دلوقتي 16 اسم. اتفضل. 95% منهم لعبوا في الدوري الممتاز، ودول هيبقى مستقبل التحكيم المصري. ولاول مره كانوا يلعبوا في الدوري الممتاز، محدش يتكلم عن دول، ودول اللي احنا بنعملهم، وده اصعب حاجه تتعمل في تطوير التحكيم. يعني اي حد هيجي يمسك التحكيم دلوقتي عنده قاعده كبيره يشتغل عليها. عندنا كمان وجوه في صف ثاني وصف ثالث بنشتغل عليهم عشان يبقى عندنا دايما حكام. لكن اقول لك ال 16 بسرعه بس، لان دول يتحطوا في لوحه الشرف. اتفضل. السيد منير، حماده الإلاوي، مصطفى عثمان، مصطفى الشهدي، ابراهيم محمد، العتباني، هشام القاضي، محمود ناصف، سيد شعبان، محمود منصور، حسني سلطان، احمد ناصر، محمد كابو، محمد التبعي، علي السعيد، احمد نجي، وغيرهم وغيرهم. وعندنا حكام دلوقتي بقى كبار دخلوا مع الحكام الكبار زي نادي القمر الدوله اللي حكم النهارده الزمالك والمقصه، زي وائل فرحان، زي هشام الفلال، زي محمود الوفا، زي احمد حمدي، وغيرهم وغيرهم. مش عاوز انسى حد. فين الناس بيتكلموا على بين يمكن النادي الفلاني وتسلل على مش عارف ايه ودي مؤامره والناس عاوزين تخسرنا ومش عارف ايه. معقوله وصلنا لكده؟ طب معقوله كابتن عصام، بمناسبه الاسماء اللي حضرتك قلتها دي، وده سؤال فني عايز اساله لك بمنطق ان انا عايز افهم، مش سؤال. لا طبعا تحت امرك. تحت امرك. هل من الافضل لينا انه يبقى عندنا عدد حكام بعدد معين قليل هم اللي بيتولوا اداره مباريات الدوري الممتاز، ولا يبقى العدد كبير ومفتوح؟ يعني مثلا بشوف في دوريات اوروبيه ممكن يكونوا بيشتغلوا في 20 حكم بالكثير. هل من الاحسن ان نشتغل على عدد حكام كبير ولا عدد حكام قليل؟ نشتغل على عدد حكام قليل ويبقى في زي الدوري الممتاز، ناس تهبط وناس تطلع. لكن احنا دلوقتي ما عندناش، فلازم نلاعب عشان ياخدوا خبرات عشان في زمايلهم الكبار هيبطلوا. يعني ايه ما عندناش يا كابتن عصام؟ ما عندناش عدد كبير من الحكام، فبندي فرصه للحكام اللي احنا
بنتوسم فيهم الخير. لا حضرتك تقصد ما عندناش عدد من الحكام الجيدين مثلا، ولا انا فهمت ايه؟ ما عندناش عدد بالظبط يا كريم، ما عندناش عدد من الحكام الجيدين. يعني ما تقدرش تعتمد أنا على اسماء. انا لما جيت مسكت المسؤوليه عاوز اعمل يعني نشبب التحكيم المصري. ففي حكام اللي انا قلت لك اسمائهم دول، دول هتلاقيهم السنه الجايه من افضل الحكام. على كمان سنه كمان هتلاقيهم هم اللي في القائمه الدوليه. ومنهم ناس عملوا مباريات رائعه، 7 8 9 مباريات من الاسماء اللي انا قلتها دي. منهم اللي عمل 2، منهم عمل 3، منهم عمل مباراه. لان بنحاول نمشيهم واحده واحده عشان يكتسبوا الخبرات، لان الدوري الممتاز هو السهل الممتنع. فهو ده تطوير التحكيم. مواد تعليميه، عندنا مواد تعليميه مش موجوده في العالم، بقول لك كده على مسؤوليتي الشخصيه. حد شافها؟ حد اتكلم عنها؟ حاولنا نعرضها في احد القنوات ما نجحناش، حاولنا نعرضها مش عارف فين ما فيش. فالناس محمله التحكيم اكتر من طاقته. كابتن عصام، كابتن عصام كلاتنبرج رفض انه يقعد معاك؟ ادي من ضمن الاكاذيب. اكاذيب؟ هو ده شرف ليه يقعد معايا، بس انا هقول لك القصه ايه بس. هقول لك القصه. كلاتنبرج قبل ما يجي مصر بيوم كلمني على الواتساب. حتى لما كلمني انا ما اعرفش ده مين، قلت له مين انت؟ فقال لي انا كلاتنبرج. قلت له اهلا وسهلا، وقال لي انا جاي مصر بكره. قلت له اهلا بيك وتنور مصر وهذا. قال لي انا عاوز اقعد معاك يوم الاحد، الحد اللي فات. تمام؟ قال لي عاوز اقعد معاك يوم الاحد ونقعد نتكلم سوا في تطوير التحكيم، ويمكن انا اقدر اضيف حاجه ولو صغيره وبتاع. قلت له اهلا وسهلا ونقعد وكل شيء، ما عنديش ادنى مشكله. ده اللي حصل. هو اللي طلب يقعد معايا مش انا اللي طلبت اقعد. فين بقى القعده؟ وما قعدناش. ليه؟ حد قال له ما تقعدش معايا. حد قال له ما يقعدش معاك؟ من الاتحاد؟ لا لا، من بره الاتحاد. من بره الاتحاد ما يقعدش. وانا بصراحه يعني بشكره. بشكره ليه؟ بشكره احسن ما حصلتش القعده. ما كنتش عايزها ليه؟ عادي، بالعكس انا الراجل رحبت بيها يا كريم. طب ما انت بتقولي بشكره. العيب عنده هو. لا العيب عنده هو. حضرتك بتقولي انا بشكر اللي ما خلانيش اقعد معاه. خلاص، بالعكس يعني الحمد لله. انت مش عايز يعني، ما كنتش عايز يعني توصل له معلومات عن التحكيم المصري، عن الاسماء الموجوده. بالعكس، ازاي؟ احنا محضرين له كل حاجه. بالذات خلي بالك انا راجل عسكري وراجل يعني بحب بلدي كتير قوي. فيعني واكتر واحد اساعد التحكيم المصري وانا بره اكتر من جوه، كخبير في الفيفا وكبير وكخبير في الاتحاد. هو كابتن عصام الكلام ده عظيم جدا وبحترمه جدا. أوكي. بس وانا بسمعه قبل هسمع سؤالك والله. طيب. بعد ما اسمعه هضطر اقول لك طب ليه ما كملتش، وما يفرقش معاك المنصب ولا المكانه ولا النجاح او قلت لك يا كريم. انا لو بحب منظومه التحكيم وبحب ان انا اشتغل لحاجه تخص كره القدم في مصر، فانا هشتغل في اي منصب ومش هيفرق معايا هيقولوا ايه بعد كده. المبدا يا كريم، المبدا المبدا هل اختيار صح؟ حاجه يعني انت يا كريم، انا هاجي هزملك في البرنامج، مفيش كيمياء بينا. احنا الاثنين مختلفين في التعليم، في الثقافه. انت يا كابتن ما تعاملتش معاه عشان تعرف في كيمياء ولا مفيش كيمياء؟ يعني انت ممكن تتعامل مع كريم فتقول مين قال؟ اتعاملت معاه؟ اتعاملت معاه. فين؟ في السعوديه. انا رحت اديت دوره للحكام في السعوديه لمده اسبوعين. وهو كان متولي المسؤوليه وحكم كمان. يعني كان بيتحكم وتولي المسؤوليه. انا القصه مش دي يا كريم. القصه بص يا كريم، القصه هي مبدا. انا مين المسؤول عن التحكيم في مصر دلوقتي؟ كلاتنبرج. لا، قبل كده كابتن عصام عبد الفتاح. امبارح كابتن عصام عبد الفتاح. طيب انت عاوز تجيب خبير اجنبي، على الاقل تسالني يا كريم. انصحك بالاسماء. انصحك يعني اديك نصيحه فقط. ارشح لك 3 4. وقال لك ان انا مش ضد الراجل، ممكن الراجل ينجح في مصر. ممكن ينجح. هيتساعد؟ يعني منظومة التحكيم اللي حضرتك اتكلمت عنها ان ما كانتش بتساعد الفترة الماضية، تتوقع هتساعد كلاتنبرج على النجاح؟ والله سكوت طويل. سكوت والله طويل وتفكير. ده أول سؤال قعدت تفكر فيه شوية. طبعا، لان انا بجاوبك بكل صراحه وامان. صحيح. فمش عاوز اضحك عليك. صحيح. مش عاوز اقول اجابه صعبه. النجاح صعب. ليه مع كلاتنبرج؟ ثقافه الحكم المصري. انت جايب حكم واحد بيتكلم انجليزي. تمام؟ هيحتاج ان حد يترجم له. وقت العمل بدل ما هو ساعه، الساعه تبقى ساعتين. هنوقف عشان نترجم ونتكلم ونعمل، يعني انت فاهم قصدي اقول ايه؟ ده هياخد وقت.
واحنا مش عاوزين وقت، بس دي عاوزين سرعه. تفصيله مش كبيره بقى. عشان ده بيحصل كمان في 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 الفرق وفي المنتخبات مع مدربين اجانب، بس مهم جدا انك تنقل فكرك، فاهم؟ تنقله على طول للحكم. برضه ده بيحصل جداً. برضو ده بيحصل مع المدربين في الفرق والانديه، وفي الكوره والمنتخبات الامر اسهل شويه. اسهل شويه، لكن في التحكيم اصعب. لو هي دي لو هي محاضرات لو محاضرات وشرح وتفسير و و و يعني مش بقول لك مش دي هي مش يعني ده جزء من بعض الاجزاء يعني. انت فاهم ازاي؟ الوصول الى عقليه الحكم المصري هتاخد وقت. تفهمني؟ فكر الحكم المصري هياخد وقت. ايه اللي محتاجه التحكيم المصري؟ هياخد وقت. لكن اتمنى ان الاخوه المصريين اللي هيساعدوه يعني ينقلوا ان شاء الله صوره كامله، واحنا محضرين له كل المعلومات. طيب كابتن عصام، بنفس الصراحه، احنا ما عندناش حكم مصري، حكم ساحه مصري في 2022، كاس العالم 2022. عندك احساس او توقع ان هيبقى عندنا حكم مصري في 2026؟ طول ما بنشتغل يا كريم اكيد يبقى فيه. وهل في كل دورات كاس العالم كان في حكم مصري؟ هايل. في دورات ما كانش فيها لا حكم ولا مساعد. احنا عندنا حكم مصري مساعد موجود، وعندنا حكمه مساعده هتروح كاس العالم، رايحه كاس العالم في الهند تحت 17 سنه، ودي اول مره في يعني في العصر الحديث دلوقتي. يمكن كان عندنا قبل كده منى عطله، دلوقتي عندنا يارا عاطف، وممكن تكون في شاهينده. فده تقدم كبير في التحكيم النسائي في مصر، انك عندك حكمه هتروح كاس العالم تحت 17 سنه. الناس دايما ما بتبصش للحاجات الكويسه. احنا بنبص لضربه الجزاء، ما تحسبش هنا جون، هنا مؤامره، هنا مش عارف ايه، هنا القصه صعبه. بص يا كريم، في النهايه التحكيم هو الحلقه الاضعف على الاطلاق، وبتزداد مع مرور الايام ضعفا من خلال المؤامرات والهجوم اللي بيتم ضدها. كابتن عصام، لو سالتك والله بكلمك بكل امانه، لو سالتك اخر سؤال، علاقتك بالحكام المصريين، منظومه التحكيم بشكل عام، شايفه علاقه كانت جيده ولا علاقه غير جيده؟ أنا بالعكس، أنا دايماً بتعامل مع الناس باحترام. طيب. ومع الحكام باحترام. هم ونفس القصة هم يعني. ما عنديش خلافات مع الحكام يا كريم، بالعكس. طيب، حكامنا المصريين زعلانين اللي أنت مش موجود دلوقتي في لجنة الحكام؟ تتوقع زعل أو لا؟ بص، اللي بيفهموا في التحكيم جوه العاملين أو المتقاعدين واللي عندهم ضمير وأمانة هيقول لك مين اللي طور التحكيم في مصر، بس يقولوا هم مش أنا يعني. ما بقولش عصام عبد الفتاح، يا ريت تاخد رأيهم مين اللي نقل تطوير التحكيم الحديث في مصر. دول بس هم دول يقولوا. دول عدد كبير، ممكن يختاروا أي حد، ممكن ما أكونش أنا يعني، بس تسألهم. دول عدد كبير يا كابتن عصام؟ 100% عدد كبير طبعا. عدد كبير. طبعا. كابتن عصام، انا بتمنى لك دايما كل التوفيق. كابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنه الحكام السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق في الاول والاخر. راجل اجتهد، راجل تعب، راجل اشتغل، وكان مثل مصر قبل كده في كاس العالم، نحترمه ونقدره في كل الاحوال. خلصت المرحله بما لها وبما عليها، زعلنا شويه وانبسطنا شويه، ما اعرفش انبسطنا دي، بس انبسطنا شويه برضه، وزعلنا كتير. فان شاء الله اللي جاي كلاتنبرج مرة أخرى، مرة ألف، كلنا لازم ولا بد نساعده، ندعمه، نقف معاه، عشان خاطر التحكيم المصري هو أهم جزء في المنظومة الكروية المصرية. لو التحكيم في أحسن حال، في أمور كتيرة جدا بتتظبط. لو التحكيم في مشكلة، في أمور كتيرة بتتلخبط. أندية بتعترض، وأندية بتتضايق، وأندية بتتظلم، وأندية ما بتاخدش حقها، وإعلام بيتهاجم عشان لما يقول اللقطة دي صح ولا غلط. في بص، الدنيا بتتلخبط كلها بخطأ حكم. بخطأ حكم كلنا بنعرف أنت اللي هو إيه، بنستفز، واللي ده بيتضايق وده بيزعل وده بيتنرفز وده بيجيب حالة وده كلنا بنتلخبط، والجمهور طبعًا هو الأول والآخر اللي بيتضايق، بس كلنا بتتلخبط الدنيا لو بخطأ حكم. فإحنا عايزين منظومة التحكيم تبقى جيدة، فالأمور الأخرى تبدأ تتظبط معايا. ندعم كلاتنبرج، نساند كلاتنبرج. أتمنى الحكام المصريين ومنظومة التحكيم بالكامل، حتى المختلف مع تواجد كلاتنبرج، يدعموا ويساندوا. حتى الكابتن عصام عبد الفتاح المختلف على تعيين كلاتنبرج يدعموا ويساندوا، بما إننا بنقول دايما، عشان ما يبقاش قول دون فعل، كلنا نساند وندعم الراجل عشان حقيقي يطور المنظومة. هل نجاحه مضمون؟
فيتوريا نجاحه مضمون؟ مفيش يعني، مفيش حد بيجي بيبقى نجاحه مضمون من قبل ما يشتغل، يشتغل ونساعده انه يشتغل وبعد كده نشوف هل نجح ولا لا، نقول كان اختيار جيد ولا ما كانش اختيار جيد. لكن من دلوقتي نحاول نعمل حاجات تلخبط الدنيا، لا نساند الراجل خلاص. الراجل بقى رسميا هو المسؤول عن منظومة التحكيم في مصر، وله منا كل المساندة، كل المساندة. وخد بالك التطوير ما بيحصلش كده، ما بيحصلش في يوم وليلة، يعني النهاردة الأسبوع اللي جاي استلم المهمة بقى رئيس لجنة الحكام، فلقيت خطأ في التحكيم في المباراة، ما تقولش الحق أدي كلاتنبرج، لا ما هو مش يعني ما هو زي المدرب، ما هو المدرب بياخد وقت مع الفريق عقبال ما يحط طريقته وخطته وشغله عشان نشوف نتائج بعد كده. نفس القصة اللي جاي يطور التحكيم محتاج شوية وقت، مش بسرعة نقول له الحق ده أخطأ جدا، ولو الحكم أياد وعمل مباراة كبيرة ما نقولش الحق ده كلاتنبرج خلاه يعمل مباراة كبيرة، لا كده ولا كده. نفس القصة في المدرب، فريق كسب مش هنقول انه كسب بسببه وهو بقاله يومين، خسر مش هنقول خسر بسببه وهو بقاله يومين، بهدوء. التطوير بياخد وقت، مش لازم وقت كبير بس المفروض شويه وقت، شويه وقت. نرجع تاني لنادي الزمالك. الزمالك مباراه رائعه ممتعه كبيره ممتازه، فيريرا كبير، فيريرا من على الدكه، من على الدكه ايه، من المدرجات ادار مباراه عظيمه قدام مصر المقص، ما بالك انت لو كان في ارض الملعب، من المدرجات مدرب كبير وعظيم. هتيجي تقول لي ما مصر المقاصه فريق هبط وخلاص والامور بالنسبه له كانت منتهيه، هقول لك دي المفروض تبقى مباراه اصعب على الزمالك من اي مباراه اخرى. فريق خلاص مش باقي على حاجه، مش قلقان، مش خايف، مش مضغوط، فممكن يعمل مباراه على الزمالك. بس الزمالك زي ما قال فيريرا بعد المباراه دخل المباراه دي بجديه وما كانش بيهزر. كان ممكن نقول بعد المباراه الزمالك استهتر بالخصم عشان كده الزمالك اتعادل، عشان كده الزمالك اتغلب، عشان كده مش عارف ايه. لما بتلعب مع فرقه مقوماتها الفنيه مش كبيره تمام، التركيز المفروض يبقى على ده اللي عمله نادي الزمالك النهارده، عشان كده عمل اداء كبير واداء رائع. مين بقى صاحب الاداء الاكبر ومين صاحب الاداء الاروع؟ طبعا احمد سيد زيزو، طبعا احسن لاعب في مصر بالارقام وبالاداء وبالاستمراريه هذا الموسم احمد سيد زيزو. خلاص يعني مش محتاجه كمان جدا، انا فاهم طبعا كل مشجع لفرقه بيحب لاعب معين، بس انا بتكلم دايما على مستوى الاستمراريه في الاداء الجيد ومستوى الارقام والاهداف. هداف الدوري، بيشارك في كل مباريات الزمالك، بيشارك في كل اهداف الزمالك، النهارده هاتريك وبيصنع هدفين، مشارك في 5 اهداف سجلهم الزمالك النهارده، بيجيب 3 اهداف وبيعمل لسيف الجزيري هدفين، وسيف الجزيري كمان فايق جدا ومتالق جدا. سيف الجزيري كان صاحب الهدف الاول النهارده في الدقيقة 25 من صناعة زيزو. تعالوا نشوف الأهداف ونستمتع مع بعض بالأهداف الحلوة اللي جابها نادي الزمالك النهاردة، ونبدأ بهدف سيف الدين الجزيري اللي قدام حضراتكم بصناعة من أحمد سيد زيزو. تحول برضو سيف الجزيري مع فيريرا، وأفكركم التحول بتاع سيف الجزيري كان تحول بسبب استبعاده من مباراة الأهلي لما تأخر في تونس، وكان الزمالك محتاج مهاجم وفيريرا صمم على استبعاد سيف الدين الجزيري، بعدها اعتذر واشتغل، والالتزام هو اللي خلاه في المستوى ده، هو اللي خلاه في المستوى ده، وهو مهاجم كبير طبعا. الهدف الثاني كان لزيزو في الدقيقه 45، وبعد كده سيف الجزيري سجل الهدف الثالث في الدقيقه 47، ومره اخرى زيزو في الدقيقه 58، ومره ثالثه زيزو في الدقيقه 69. اداء مدهش النهارده من الزمالك بصراحه، رائع جدا وتاني والف. انا ما بحبش التقليل من فوز اي فريق بنتيجه كبيره وباداء ممتع، حتى لو بتلعب مع فرقه هبطت رسميا النهارده الى دوري الدرجه الثانيه، فدي كانت ممكن يبقى عامل صعوبه ضدك مش عامل سهوله. جماهير الزمالك تهتف اديله ميه اديله نار، الزمالك فريق جبار النهارده، كان الزمالك فريق جبار بصراحه، كان فريق جبار. ولو احنا بنشيد بفيريرا بزيزو بسيف بالشيكابالا بالشباب، شيد زي ما انت عايز، شيد بالمدرب، شيد باللاعبين، واسم اسم الزمالك اللي كان بادئ الموسم بشكل مستحيل تتوقع معاه انه ينهي الموسم بالشكل ده، بادئ موسم خروج سيء من دوري ابطال افريقيا، نتائج متأخرة وهزايم في الدوري، نتائج في كل ولاعبين مصابين، لاعبين مشوا، ايقاف قيد، كل الظروف تقريبا كانت بتقول ان الزمالك مستحيل يوصل انه ياخد كاس مصر ويبقى على وشك الفوز بالدوري الممتاز بشكل رسمي، وان كان يعني الامور
اصبحت اقرب لنادي الزمالك بشكل عملي، يعني حتى لو مش بشكل نظري بس هو بشكل عملي. الزمالك بالاداء ده بالشغل ده اصبح خلاص بطلا للدوري للمره الثانيه على التوالي. هي مباراتين الزمالك يكسب فاركو الاتحاد من 4 مباريات، الزمالك الاتحاد وفاركو اللي جايين كسبهم خد الدوري بشكل رسمي. بس وانا بتكلم على كل ده لازم اشيد جدا بجماهير نادي الزمالك اللي صوتها بيرن، اللي صوتها وتشجيعها ما بيسكتش في اي مباراه. جماهير نادي الزمالك اللي كانت في ظروف الزمالك الصعبه في اول موسم كانت بتبقى بتساند وبتدعم، حتى لو مش في المدرجات هتدعم على السوشيال ميديا، هتدعم في اي مكان وهي فاهمه ومتفهمه ظروف الفريق اداريه وفنيه وعلى مستوى اللاعبين. كل حاجه في الزمالك كان فيها بعض الاختلال او بعض مش عايز اقول المشاكل ولكن الاهتزازات، كل ده وجماهير الزمالك صامده تهتف وتشجع بالقلب والروح حتى هذه اللحظه. صوتهم بيرن في المدرجات، صوتهم بيرن في المدرجات. تحيه لجماهير نادي الزمالك بصراحه. النهارده كمان بيراميدز اللي ما زال على الورق بينافس الزمالك مثله مثل الاهلي فاز على غزل المحله 2-0، هدفين، هدف اول لفخر لقاي، تعالوا نشوفه في الدقيقه 3، هدف فخر لقاي مبكر، وفخر لقاي كان صايم شويه على التهديف. مهاجم جيد في رايي، مهاجم جيد. بعض الناس قالوا انه بيراميدز محتاج مهاجم احسن، بس انا شايفه مهاجم جيد بس حظه مش راكب شويه. ده الهدف الاول. الهدف الثاني سجله اسلام عيسى في الدقيقه 72 عشان ينهي تماما على امال غزل المحله اللي بعد الهدف الثالث. حاول شويه وحاول يوصل لمرمى بيراميدز وحاول يشكل خطوره على مرمى بيراميدز، عشان كده كان في مساحات كبيره جدا في الشوط الثاني اللي استغل منها اسلام عيسى في هجمه مرتده، كره مهمه سجل منها الهدف الثاني لفريقه. بالمناسبه غزل المحله داخل بقوه لمنطقه القطر بقوه، بس يقدر يلحق نفسه. هستعرض لكم بعد شويه جدول الدوري عشان تفهموا المنطقه في صراع الهبوط عامله ازاي، بس الاول بعد ما نشوف هدف اسلام عيسى اكلمكم على هدف فاركو النهارده سجله في البنك الاهلي عن طريق احمد مودي في الدقيقه 38 من ركله جزاء فاز بيها فريق فاركو على الفريق البنك الاهلي، وكان مباراه يعني فيها كثير من الامور الفنيه ولكن قدر فاركو يفوز في النهايه. الهدف امام حضراتكم. هدف احمد مودي عمد في الدقيقه 38 من ركله جزاء. طيب تعالوا نروح بقى نشوف جدول ترتيب الدوري الممتاز عشان تفهموا اللي بيحصل فيه، اللي تفهموا اللي بيحصل فيه في الصداره وفي الهبوط. الزمالك في الصداره ب 72 نقطه زي ما قلت لكم، مباراتين يحسموا فوز الزمالك رسميا بالدوري، فوز بمباراتين. بيراميدز في المركز الثاني ب 30 مباراه ب 65 نقطه، الاهلي من 28 مباراه 59 نقطه، 59 نقطه يعني تتكلم في لو خد الست نقاط هيبقى 66 نقطة. احنا قلنا كام؟ 65 نقطة، لو خد الست نقاط اللي فاضلينه في المباراتين هيبقى 65 نقطة بالتساوي مع بيراميدز في المركز الثاني وفرق 7 نقاط عن نادي الزمالك. فيوتشر في المركز الرابع ب 48 نقطة والمنافسة كبيرة بينه وبين طلائع الجيش في المركز الخامس ب 46 نقطة على المركز الرابع، سموحة في المركز السادس ب 41 نقطة بنفس الرصيد، البنك الأهلي في المركز السابع، وفي المركز الثامن فاركو ب 40 نقطة، ثم في المركز التاسع إنبي ب 35 نقطة وبنفس الرصيد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر. في المركز ال 11 المصري، خد بقى بالك ان اللي جاي ده كله في منطقة غير آمنة. المصري في المركز ال 11 ب 33 نقطة، والإسماعيلي في المركز ال 12 ب 33 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز ال 13 ب 33 نقطة. التلاتة دول شوية شوية بعيد عن المنطقة الخطر بس مش بعيد قوي، قريبين. اللي قريبين قوي بقى مين؟ غزل المحله المركز ال 14 ب 30 نقطه، ايستن كومباني ب 28 نقطه، الجونه في المركز 16 ب 27 نقطه، المقاول العرب في المركز ال 17 ب 25 نقطه، ومصر المقاصه الذي هبط رسميا النهارده ب 15 نقطه.
المقاولون العرب 29 مباراه، الجونه 29 مباراه، اسن وغزل المحله 30 مباراه. فاز الجونه هيبقى عنده 30 نقطه بنفس عدد المباريات مع غزل المحله، فاز المقاولون العرب هيبقى عنده 28 نقطه بنفس نقاط اسن كومباني عشان يبقى التساوي كلهم في المباريات. عشان كده الصراع في رايي قوي جدا بين غزل المحله واسترن والجونه والمقاولون العرب على البطاقتين الاخرتين في صراع الهبوط مع مصر المقصه، وضيف ليهم لازم تضيف ليهم المصري والاسماعيلي والاتحاد، لسه مش بعاد قوي وان كان لسه عندهم مباريات يبعدوهم شويه. طيب كلمت مع حضراتكم منذ ايام ان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عايز كل بيانات اللاعبين المصريين اللي موجودين في اوروبا، اي لاعب مصري بيلعب في اوروبا، اي لاعب معاه باسبور مصري بيلعب في اوروبا عايز يعرفها. مش بكلمك على الاسماء المعروفه ان اني وحجازي او حجازي خلاص في السعوديه كمان، ان اني وصلاح طبعا وتريزيجيه وكل اللاعبين اللي موجودين في اوروبا، هو عايز كل الاسماء اللي معاه باسبور مصري، هو مصري عايز اشوفه بقى، عايز اعرفه مين ده. ستافروس أكريبيدس ده لاعب مصري بيلعب في برينتفورد الإنجليزي تحت 23 سنة، هو حاصل على الجنسيتين القبرصية والمصرية، وهيكون معايا حالا عبر زوم نتكلم معاه نعرف بيعمل ايه في برينتفورد، سافر ازاي، بيشتغل ازاي، بيشارك في ايه، عشان نعرف كمان هل ممكن يبقى ليه دور الفترة اللي جاية مع المنتخب المصري ولا لا. يلا بينا تعالوا نشوف. يلا مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري. الله يخليك، شكرا. قولي بقى ايه الحكايه، احنا سمعنا اسمك وعرفنا تألقك وعرفنا اجادتك، بس ما نعرفش انت امتى تحركت من مصر، امتى تواجدت في اوروبا، مسيرتك مع الفرق اللي انت لعبت فيها حتى توصل لبرينتفورد، اشتغلت ازاي الفتره الماضيه عشان كمان نتوقع او نتفائل انك تبقى موجود مع منتخب مصر الفتره اللي جايه. يا رب. انا اتمنى، اول حاجه اتمنى ألعب مع مصر، عشان جد أنا حتى لو أنا عشت بره مصر أنا بحب مصر كتير، وأتمنى ألعب مع المنتخب وألعب مع صلاح وكل اللعيبة اللي بيلعبوا في المنتخب دلوقتي. بس أنا كنت عايش في أوروبا طول عمري، يعني أنا اتولدت في قبرص، قعدت هناك 15 سنة ورحت لإنجلترا عشان ألعب كورة، يعني سبت كل حاجة ورا، حتى أبويا وأمي سابوا كل حاجة وشغلهم كله عشان الكورة. فرحت انجلترا لما كنت 15 عشان اعمل اختبارات في ارسنال، وبعدين يعني ما نجحتش عشان كان عندهم لعيبة كتيرة وكانت الدنيا صعبة بالنسبة لي امشي من بلد لبلد. فابتديت من فريق اسمه بورهاموت اللي هما في الليج الخامس في انجلترا، ولعبت سنة معاهم، وبعدين برينتفورد شافوني من هناك، فكلمت مع برينتفورد قال لي تعالى العب معانا. حاليا دلوقتي انا ما بلعبش مع برينتفورد، انا مسيب مع برينتفورد، مش عند برينتفورد، انا لسه راجع من مصر دلوقتي في ايطاليا، ولسه رجعت من مصر النهارده. انا يعني رحت مصر عشان عيلتي كله، بس اهم حاجه بالنسبه لي انا رحت مصر عشان العب كوره بطل. طيب انا سؤالي ليك، انت موجود في مصر عشان تلعب في فريق مصري، ولا انت موجود في مصر مجرد اجازه؟ هو كان اجازه، بس قررت اروح اجرب في تاريخ مصر كمان. تتدرب فين معلش؟ ما سمعتش. في الزمالك. في الزمالك؟ ايوه. يعني انت رحت اتدربت في الزمالك، حد قعد معاك اتكلم معاك قال لك ممكن تبقى موجود في الفريق الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله، المفروض يعني عملت اختباراته كله. عملت ترايلز وفرحانين بيا. ايوه. وقالوا لي يعني عايزيني اجي تاني. فعشان انا كنت ادي تذكره النهارده فما كنتش اقدر اقعد اكتر من كده، عشان انا كنت اكتر من شهر. ومش كويس عشان الفيتنس بتاعي، فانا قلت لهم انا لازم ارجع عشان عندي بروجرام ما ينفعش اسيبه. مين قعد معاك في مين قعد معاك في نادي الزمالك؟ كابتن تامر. كابتن تامر دونجا. كان في كباتن كتيره بصراحه. كابتن عصام مرعي قعد معاك كويس بالاسامي. اتفضل. كابتن عصام مرعي. ممكن ما بالاسم. بصراحه كان في اسماء كتيره. طيب انت بتلعب في مركز ايه اصلا؟
انا بلعب مركز 6. مركز 6؟ ايوه 6 وسط مدافع. ليه طيب ليه قررت ليه قررت تسيب اوروبا او ليه ما خدت خطوه انك ترجع مصر تاني؟ والله زي ما قلت لحضرتك اللي انا بحب مصر، ويعني الخطوه دي مش وحشه بصراحه بالنسبه لي يعني. ممكن اللعيبه تانيه بيقولوا اللي نقعد في اوروبا وكده، بس انا قلت اجرب في الزمالك يعني اوري نفسي. انا نفسي اوري نفسي واعرف الجمهور من مصر، اعرفهم انا مين، وكنت عايز ابقى جنبيهم يعني. انت عندك كام؟ بصراحه انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 21 سنة. هل لعبت في أي منتخبات ناشئين في قبرص؟ لعبت في قبرص تحت 15 سنة. بس لما مشيت والدنيا يعني اتلخبطت شوية مع المنتخب بتاع قبرص، عشان هما بيركزوا في اللعيبة اللي كانوا في قبرص. أنا قلت يعني أجرب المنتخب مصر. يعني مو عندي تشانس اجرب في المنتخب بتاع يونان. نادي الزمالك نادي الزمالك بلغك امتى ممكن يتكلموا معاك تاني عشان تمضي التعاقد معاهم؟ هم قالوا اسبوعين بالكتير. اسبوعين. هو الوكيل بتاعي المفروض يتكلم كابتن امير. فانا مستني مكالمه من الوكيل بتاعي، يعني لو هو قال لي راح بكره هروح بكره. ما عنديش مشكله. عظيم. ستافاروس أكرافيتيس لاعب بريدفورد الإنجليزي السابق والمرشح للانضمام لنادي الزمالك، أنا مشكورك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. احنا النهاردة لسه مكملين مع حضراتكم أحاديث كثيرة جدا، نتكلم في أمور كثيرة جدا عن الكورة، عن أداء الزمالك النهاردة، وبالتأكيد الحدث كمان الأبرز هو رحيل رئيس لجنة الحكام المصرية الكابتن عصام عبد الفتاح وتولي مارك كلاتنبرج رئاسة لجنة الحكام خلفا له. هنتكلم في أمور كثيرة تخص أيضا النادي الأهلي مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، هذه الفقرة الممتعة كالعادة مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق. كابتن محمد مشرف ومنور، ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ لا لا زي الفل. بتحب جلجل ولا بتحب الكابتن محمد؟ جلجل على طول. دي مشهور بيها. بتدور كده في الملعب؟ مره يقول لي جلجل، مره يقول لي ليلو، مره يقول لي جلجل جلاجل، يعني كده يعني كده. المدربين الاجانب كانوا بيقولوا لك ايه؟ جليل 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 محمد. فكان يقول لك جليل على طول، كان الان هاريس وفايتسا يقولوا جليل على طول. يعني هو بياخدوا اخر ثلاث حروف من عبد الجليل. كان ايه الهتاف المشهور؟ يعني هو جلجل اوعى يجيلك جلجل صح كده. صح كده عشان جلجل جلاجل جلاجيل وفرع الشقاوة دي برضو كان ده فرع الشقاوة ده فرع الشقاوة. عامل ايه يا كابتن محمد؟ ازيك يا رومان؟ الله يخليك. عايز ابدا معاك من موضوع لجنة الحكام. رحل الكابتن عصام عبد الفتاح مرحلة جديدة مع مارك كلاتنبرج، النهارده استقالة رسمية للكابتن عصام عبد الفتاح. طيب انا بس بعدش في الاول قبل عصام عبد الفتاح انا النهارده والله يا كريم كان في وزيره التضامن الدكتوره نيفين قباج، دي كانت عامله حاجه فعلا حاجه كويسه، عامله دوره رمضان دوره لدار ايتام مصر كلها. عظيم. وجابوا حوالي 200 ورحنا وزعنا الجوائز، فما تشوف السعاده على وش واحد يتيم دي كبيره قوي يا كابتن. عظمه يا كابتن، فبنشكرها. عظم. بشكرها طبعا على كل الشغل كل موصول وزيره عظيمه ونشطه وكل شيء رائع. نرجع بقى للكابتن عصام عبد الفتاح او اتحاد الكوره، هو كان مفروض من شهر. شكرا يا كابتن عصام. انا سمعت المكالمه. انت بتحط محمود عاشور ليه؟ زي ما بيقولوا وكفى المؤمنين شر القتال. قال لك اصل عشان ااكد ان هي الناس كلها قالت ان هي جون، نشوف فليه تحط الكبريت جنب النار؟ ما تستبعدوا الماتش ده. فطبعا مش هينفع يشتغل مع كلاتنبرج. ما ينفعش يبقى اثنين مديرين فنيين يسوقوا فرقه واحده، دي حصلت كتير وحصل فشل فيها. عصام ليه طموح خلاص. فهو لو كان فعلا زي ما بيقول لك، هو كلنا ما نشككش ان كلنا بنحب مصر، طب اخدم شهرين مع الراجل وعرفه الدنيا ماشيه ازاي لو فعلا من قلبك، وبعد كده امشي. انما هو برضو كده احسن، قال لك ايه عشان ما اخش في تصادم اقدم استقالتي. بس حته ان حد قال له ما تقعدش معايا، لا ما ينفعش ما ينفعش. انت يعني مش السوبرمان او الخارق ان هيقلق يقعد معاك، لا. انا اعتقد ان الراجل حسبها
وقال لك انا ما اخدش من اللي كان قبليا، انا اتفرج. انت فاهمني؟ فهي خطوه كويسه. لان انا شايف الفتره الاخيره لا، هو بيقول لك ما تدوش على الحكام. لا، في قرارات غلط. انا بشبه الحكام اللي هي في الدوري السنه دي والهزه بتاعتها زي لعيبه اللعيبه برضو. هو قال كده بالمناسبه، قال كده. فدي برضو فما نحملش عليهم قوي، بس نصلح من الاخطاء لان في حاجات واضحه. بص، انا لما سالت الكابتن جهاد قلت له ليه ما يبقاش عدد الحكام قليلين في الدوري المصري عشان التركيز يبقى اكتر. تمام. قال لي لا، لازم يبقى في حكام كتير، عشان هو قال بصراحه انه المستوى مش كبير. هو اعترف في دي، عنده حق في دي. عنده حق. انت لو بصيت هتلاقي 3 4 اللي تقال والباقي وسط. وفي ناس لا بعيده، انت فاهمني؟ في ناس في الممتاز بيه كويسين جدا، في الناشئين كويسين جدا بدون ذكر اسامي، بس لو تبص لهم يمكن الراجل الاجنبي ده يجي زي ما انت بتروح تكتشف لعيب كويس من فرقه مغموره او من اختبار او او او، الراجل ده ممكن يكتشف حكمين ثلاثه كويسين ويدخلهم، انت فاهمني؟ ويظبط. لان احنا عندنا برضو الحكام اللي هي الوسط دي لو اتعلموا صح لا هيبقوا سوبر. اصل الاربعه خمسه دول عندهم موهبه لوحدهم، كاريزما وموهبه، وتفهمني يعني مش عايز اقول اسامي عشان ما حدش يزعل. الباقي لو اتعلم يا كابتن والانضباط والعداله فعلا، وانا اتمنى اللي هي من الراجل الاجنبي دي، مش عيب مش عيب. تفهمني؟ نستفيد، مش كل مره نيجي نحكم على الناس بسرعه. واحسن حاجه ان هم بعدوه عن الكابتن عصام، دي احسن خطوه اتعملت. ما ينفعش الاثنين يشتغلوا. توقع مسانده ليه ودعم من اسره التحكيم او منظومه التحكيم؟ 50%. الا اذا تلات ارباع او نص الناس اللي كانوا مع عصام ومع جمال لازم يريحوا شويه ويدخل ناس جديده. عشان الولاء دايما بيبقى للي قبليك، بالذات لو بقى مصري، في تواصل، في انا هرجع تاني، بس كل ده موجود. انما لو فضلت كده والناس دي اشتغلت بامانه، مالهاش دعوه بقى بعصام، مالهاش دعوه بجمال، دي فعلا بتخدم البلد، لا هينجحوا لان عندنا كوادر كويسه بامانه. الناس اللي موجوده يعني مثلا اللي في المحافظات بيسموها ايه، اللجان بتاعت المسابقات اللي مثلا في الفيوم، في الصعيد، في بورسعيد، لا في كوادر كويسه. فاتمنى الكابتن ان شاء الله المسانده، واقول له ان انا شايف الناس زي ما انت حضرتك بتقول 50 في 50 يعني، او انا بقول يعني. الزمالك النهارده رايك فيه قدام الاول قبل ما نروح للزمالك نتكلم عن الزمالك كتير. انت راجل اشتغل واشتغلت في مصر المقاصه، نادي اصبح من الانديه اللي ليها قيمه وباع في مصر من سنين طويله، السنه دي يهبط الى دوري الدرجه الثانيه بعد سنوات طويله كان عامل فيها اداء رائع ومميز وجيد لدرجه ان هو وصل للمركز الثاني في يوم من الايام في الدوري الممتاز. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في مصر المقاصه؟ والله كريم، يعني انا النهارده قاعد مش مصدق 13 سنه ينهاروا كده في سنه واحده يا كابتن. 13 سنه من نجاح زي ما قلت، لان انا من يوم ما كانت لسه الفراعنه وقبل المقصه ما تخش فتولدت على ايدينا يعني، فانا شفتها انهارت مره واحده. ودي لعده اسباب يعني. انا برضو عايز اعذر وليد هويدي ان شركه مصر المقصه بعد اللي هو محمد عبد السلام ما ساب المنظومه كلها والشركه كمان شالت، فوليد الحته الماليه بس انا باخد عليه في حاجه. اتفضل. دي اللي وقعت الفرقه وحصل دروب جامد. ان استسلم لوكيل لعيبه وجاب له لعيبه مش ولاعبهم وجاب المدير الفني لاعبهم. بس هو كان عايز لعيبه ما تاخدش فلوس كتير بصراحه، مقابل قليل كويس عشان هو ما عندوش ميزانيه. بس لو وحشين مش مفروض يلعبوا طول الموسم. يعني في ناشئين كويسين، ما احنا مطلعين ناشئين. انا اتغلبت بالنتائج، بس كنت بتغلب في اخر ايامي بالناشئين 5-3 3-2، بس كنت كل ماتش بجيب جول. انا مش بقول انا بقول لك ان هو استسلم للحته دي. فالعمليه اتمنى ان يعيد حساباتهم وينجحوا المنظومه تاني. ما هو ده سؤالي ليك، هل تتوقع انه مصر المقاصه يعود سريعا للدوري الممتاز؟ لو وليد كابتن وليد الويدي لو وليد اعتمد على الناس اللي كانت زمان بتحب النادي فعلا، مش انا خلاص مش هقدر ارجع تاني يعني. انا قضيت دوري 13 سنه يعني. في ناس لا تتعين صح ويقدر يجيب مستثمر صح، او يعني يحاول بقى ان هو يسيستم. انما
لو سلم نفسه تاني لوكيل لعيبه والكلام ده عمره ما هيصح. طيب الاهلي او الزمالك النهارده اداء مميز، اداء رائع، اداء جيد، نتيجه كبيره، وبعض الناس قالوا ان هي مباراه سهله، فانا قلت في المقدمه ان المباراه السهله دي هي اللي ممكن كانت تبقى صعبه على الزمالك، فريق مش محتاج حاجه خلاص، مش باكي على حاجه، عايز يظهر نفسه، لاعبين عايزين يظهروا نفسهم، فكانت ممكن المباراه تبقى صعبه لو الزمالك دخل مستسهل المباراه. لا، الزمالك الفتره دي ما بيبصش اسم الفرق ايه، انا نازل اخد الثلاثه بونت. يعني انا الزمالك اخر ماتشات ماليش دعوه، لاعب بيراميدز، لاعب المقصه، لاعب الاهلي، لاعب الاهلي، واضح ان التركيز في الثلاثه بونت، ملوش دعوه بالفرق اللي قدامه. هو جه فترات النهارده لما كانت 2-0 بقى يعملوا بالكعب ويعملوا بتاع، اتشدوا جامد، اتشدوا جامد، لان الراجل كان قاعد زعلان فوق في المدرج باين عليه. ده سبب نجاح الزمالك الفتره دي. الزمالك النهارده لعلمك برده مش الواو، المقصه يعني مش بس الدفع حلو، مكسب حلو يا كريم، بيجيب مكسب والروح حلوه. ف مبروك للزمالك. ايه رايك في زيزو؟ لا، معدي الفتره دي جامد يعني، الله اكبر. يمكن هو في الموسم اللي فات فنش معقول شويه، في اول الموسم ما كانش سوبر كده، هو فنش تفنيشه بتاعت العدائين بتاع ال 100 متر. مين احسن لاعب في مصر دلوقتي؟ هو زيزو طبعا. طبعا. مش عشان بيجيب اجوان، لا لا لا، اللاعب الوحيد اللي مستواه ثابت بعد كاس الامم لو تفتكر هو. مفيش واحد مستواه ثابت، الونش وقع شويه ورجع، محمد عبد المنعم راح في الديب في الريزر مش عارف يعني، انت فاهمني؟ في كذا لعيب، هو ما كانش بيلعب اساسي في كاس الامم، هو الوحيد اللي فايق فيهم كلهم. ايه رايك كمان في التطور او الاجاده اللي عند سيف الجزيري في المباراه الاخيره؟ بص يا كابتن، هي الفتره دي من تدعيم المدرب والمكسب والفرقه النهارده بتلعب جماعي. انا فوجئت ان زيزو في الانفراد وبينافس على الهداف، فرق 2-3، ولكن كره زي دي وانا بنافس على الهداف عمري ما اعملها بالعرض لسيف الجزيري، انا احطها. فدي اثبتت لي ان الزمالك الروح فيه والمكسب، وحته ان مفيش نجم، كل الفرقه هي الكره دي بتاعت زيزو اللي عملها لسيف. طبيعي ان يحطها في بطن رجله وجت يعني، لا ده حب يضمنها عشان اي حد يجيب جول، دي مكسب كبير. صح. في حاجه بشوفها السنه دي في الزمالك، وتحديدا بصراحه بعد عوده فيريرا، روح، نكران ذات، لاعبين شايلين مسؤوليه، لاعب كبير زي شيكابالا على الدكه مش معترض انه يبقى على الدكه، يلعب اساسي، جاهز اساسي، جماهير واثقه في فريقها وبتشجع طول الوقت، في تفاصيل كده يعني، ايه، مش هقول انها جديده على الزمالك، بس لما تتجمع كلها مع بعض في الزمالك. لا جديد، بقالها كتير مش موجوده. لا صح، دي كانت موجوده في النادي الاهلي على طول يا كريم. اللي بيلعب بره، اللي قاعد بره، عمر ما في مشكله في اوضه اللبس، الكل في واحد فعلا. دي الزمالك اكتسبها بعده عوامل. اداره قويه، امير مدير كره جامد وهادي، مدرب دماغ يعني فاهم، غير بقى العوامل الثانيه، اللعيبه، اوضه اللبس شيكابالا ماسكها من ايدين حد بحب. الاداره موفره، اعمل يا فيرا اللي انت عايزه. انا عجبني الاهلي اول امبارح، كنت لسه هخش لك بقى على الاهلي. لا، الاهلي عجبني ان كابتن خطيب قال لك هلعب بالناشئين، مدير فني وافق ما وافقش ماليش فيه، ودي كانت المفروض تحصل من شهرين. كنت لسه اقول لك حالا، هي اتاخرت ولا لا؟ طبعا تأخرت. طبعا. كنت هتخسر ايه؟ بس خلاص القرار جه. لا ما هو وقتها مع، لا عايز اناقشك، موسيماني ما كانش هيوافق؟ لا وقتها لو لعب بالشباب وانت بتشارك بقى حصل في نهائيات دوري ابطال افريقيا، نهائي الكاس، مباريات حاسمه في الدوري، ولعبت بالشباب وخسرت، هيقول لك لا انت عندك عمرو السوليه وحمدي فتحي والشناوي وعلي معلول بره. انت ما فهمتش كلامي يا كريم. اتفضل. انت الفكره كان بقولهم دخلهم مره واحده ورا بعض زي دلوقتي. انا برضو العيلين دول زياد واحمد سيد غريب مش وحشين. بس يكملوا لي 5-6 ماتشات كده. صح صح، احنا بنقول ان هم بذره كويسه. كويس. مبشرين. لا انا ما كنتش هدفع بكل دول مره واحده، بس كنت هلاعب الولد محمد اشرف ده ماتشات معينه وعلي معلول يريح. صح. كنت هلاعب الولد الفيرود دوت احمد سيد غريب.
زياد طارق. لا ابوه كان فيرود بس مش بمهاره الولد ده، يعني الولد ده تفوق على ابوه سيد غريب لان لعب في الاهلي شويه. طب ايه مميزات احمد سيد غريب لما اتفرجت على المباراه دي شفت فيه نفس ستايل احمد ياسر ريان اللي هو بس طبعا احمد اكبر واقوى شويه، نفس التحركات. اللعيبه دي انا عارفها من الناشئين اصلي، اللي هو مرمي في ال 18 بيجيب اجوان على طول، الهداف في الايه فاهم، فهو حافظ حتى الكره اللي بالهيدرز ده راكنها وعارف هي رايحه فين، يعني اصل الكره جايه من بعيد قوي عشان تظبط عشان كان دماغك وتحطها في الحته ده يا كابتن كريم مش سهله، فده واخد على الحته دي، فدي مميزاته انه بيعرف يجيب جون وبيتحرك كتير زي احمد ياسر رايان كده. يا رب يكمل. قلت لك المره اللي فاتت او قبل ما نروح للمره اللي فاتت، حتى هذه اللحظه حتى هذه اللحظه تقدر تقيم سواريش ولا ما تقدرش تقيمه؟ لا خلاص خلاص قضي إيه؟ الامر الذي فيه تستفتيان. لا سواريش مش قوي، سيفيجي ضعيف، مفيش لمسات ليه خالص. حتى مكسب بتاع اللي فات ده، لا ده ناشئين في ناشئين وحلاوه روح واجيب الجون. لا انت فاهم ده الاتحاد ما جاش، ده ما طلعش من اسكندريه. انت لو انت فايق باللعب بتاع الاهلي يدي الاتحاد 5-6. ولكن سواريش لا مفيش معالم. وبعدين منين انت جاي ومصمم وانا هعمل وهقعد؟ اول ما قالوا لك العب ناشئين رحت ملعب الناشئين. فتعرف ان هو في الحته دي، وانا بحيي اداره الاهلي كان لازم تعمل مع موسيماني في اوقات حاجات زي دي. وهو الدنيا بتقع كان لازم يعملوا كده، فواضح ان الراجل ده لا مش طيب قوي. هناقشك شويه. اتفضل. واحد عنده لعيبه مجهده جدا، اصابات كل مباراه 2 و3، غيابات بالجمله، لعيبه مش في افضل احوالها حتى السليم منهم، هو نفسه ما اختارش صفقات او لعيبه لسه، مضطر دلوقتي يلعب بشباب، كل ماتش بيلعب بفرقه مختلفه، مع كل الظروف دي تقدر تحاسب المدرب؟ يعني لو حضرتك المدرب اقدر احاسبك؟ متهيألي فييرا، ولا فييرا بعيد عنه؟ فييرا نخليه بعيد. فييرا نخليه بعيد عنه ولا يعني نقولها؟ لا اتفضل. يعني متهيألي هو كان مستلم برضه فرقه مهلهله في الزمالك، يعني كانت اكتر من كده، يعني مفيش تأييد سنتين، لعيبه صغيره بتلعب، لعيبه مشيت كتير. لا لقينا في لمسه، لقينا في وقفه صح، لقينا في بيروح يعرف يجيب جون وما يعرفش يخش في جون. انا الاهلي لغايه دلوقتي مع الراجل لا عارف ادافع ولا عارف اهاجم، يعني ماليش طعم ماليش لون. زي ما قلت لك المقاصه دلوقتي بتتغلب 5-6، بس كان ليها طعم، كانت ايامنا تتغلب 4 ولا بس بتجيب جونين و3 بتروح. الاهلي بيمشي سطر سطر، بس الراجل بقى لازم يبان ملامح. فانا بردي عليك كده ان فييرا كان مستلم حاجه برضه بايظه. قلت لك المره الجايه وانت دي فرق مدربين. المره الجايه قلت لك المره اللي فاتت، المره الجايه وانت جاي تجيب لي الناس اللي هنجيبهم. فاكر منهم مين؟ انا اقول لك، انا مثلا انا بعد ما قلت الباك رايت بتاع المصري اسمه ايه العلائي، كريم العلائي، لا فكرت لقيت هشام صلاح. هشام صلاح للاتحاد. للاتحاد ده كويس ماشي. خلاص هيجيبوا محمد عاطف في الاهلي. احمد عاطف. احمد عاطف. انت عندك معلومه؟ يعني مش شبه كده، بس يعني في ان احمد يعني وهو فعلا الولد ده لازم يلعب اهلي او يحترف. في خلاص ان شاء الله شكري ده احتمال يرجع برضو. دي بقى الباك ليفت. دول الحاجات. بس انا سامع برضو ان في صفقات قويه جايه من بره، يعني على الاقل 3 لعيبه اجانب يعني. يعني استاذ ياسين منصور هيجيب لعيبه كويسه. بس انا يعني بتمنى ان حاجات كتيره تتغير على اول الموسم. من كله، من قطاعات ناشئين لمدير قطاع الكوره، ده الطبيعي. وتدخل ولاد النادي تاني، انا هفضل اقولها. هم اللي شغالين مين؟ ما حدش شغال من كابتن محسن صالح وكابتن زكريا، لجنه الكوره والتخطيط ما فيش. كفايه نجحوا. السيد عبد الحفيظ مدير كوره ناجح جدا، بس لازم يريح سنه او سنتين. التعاقدات لازم تبقى اقوى من كده شويه. قطاع الناشئين كله. مدربين ما فيهمش غير 2 من ولاد النادي، مديرين فنيين، الباقي جاي من بره. مع الاحترام لخالد بيبو بتاع، لا قطاعات الناشئين دي هي الاساس، فلازم تدخل فيها ناس تقيله، لازم تجيب ناس عينين تلف، تجيب لعيبه مش لجنه كوره بس تشوف سيديهات، لا نزل ناس على ارض الواقع، بس اديهم اللي بياخدوه بره. هل تتوقع ان الاهلي هيرجع يلعب كاس مصر والسوبر بعد قرار الاهلي ما بيرجعش في كلامه. الاهلي طالما هو الاهلي طلب طلبات، قال لك ما اتنفذتش الرحيل لجنه الحكام.
اوكي لجنه الحكام راحت النهارده على حته محمود عاشور لا هو برضو يعني هي كده متساويه لا هيلعب خلاص ما رحل بقى يعني هو الراجل هو كان مفروض من شهرين ثلاثة كان لازم اتحاد الكرة يتدخل ان عصام مش عشان وحش هو راجل محترم بس مش تخش عند بقى بس عشان تعين محمود عاشور النهاردة دي لا ده عند لو انت بتحب البلد وعدم الفتنة اعمل وشك كده ومش لازم هتقول لي عشان اسانده صح ولا غلط لا ثلاث ارباع قال الكرة جول كابتن محمد دايما تشرف دايما تنور دايما بستمتع جدا معاك انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن كبير كابتن محمد عبد الجليل كان ضيفي في هذه الفقره بعد فاصل نستقبل الاساتذه الكبار استاذ جمال الزهيري الاستاذ شريف عبد القادر خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقره الاساتذه الكبار استاذ جمال الزهيري استاذ جمال مشرف اهلا بيك يا استاذ كريم ازيك اخبار حضرتك ايه الحمد لله وايضا استاذنا الكبير استاذ شريف عبد القادر استاذ شريف مشرف ومنور كمان اهلا بيك اخبارك سعيد بوجودي معاك ومع الاستاذ جمال ربنا يخليك يا استاذ شريف وان شاء الله حلقه تبقى موفقه ان شاء الله دايما كالعاده استاذ جمال النهارده رحلك كابتن عصام عبد الفتاح عن لجنه الحكام المصريه وتولى بعده مارك كلاتنبرج الخبير الاجنبي رئاسه اللجنه رايك في هذا الخطوه شوف اولا انا كنت مؤيد جدا انه ما يبقاش الاثنين موجودين ما ينفعش طالما هنبتدي مرحله جديده زي ما بيحصل عاده رئيس لجنه الحكام بيتغير وبيمشي بالمجموعه بتاعته ويجي حد تاني سواء يمكن لاول مره اجنبي لكن قبل كده كان مثلا كابتن جمال غندور قبل كده وجيه احمد يعني مفروض تعمل تغيير لا لشيء وبعيدا عن العند او الزعل او الكلام ده كله وهذا ليس تقليل من كابتن عصام عبد الفتاح هي المساله انه في شكاوي مش من النادي الاهلي بس على فكره طبعا بدليل ان اول حاجه عملها الاستاذ جمال علام احاله كل شكاوى الأندية من التحكيم لكلاتنبرج صحيح. يبقى إذن في حالة من عدم الرضا الطبيعي سنة الحياة أنه يحدث هذا التغيير إنما مسألة بقى أنه طلع كلام كده أنه هيبقوا الاتنين موجودين ومع بعض وكلام مش ما يدخلش دماغ حد لازم عشان أنت راجل أنت دلوقتي متعاقد مع خبير أجنبي بمبلغ مش قليل يبقى لازم تديله كافة الصلاحيات ونشوف شغله صحيح. هيقدر يعمل حاجة ولا هنستمر لكن أنا بتوقع أنه هيشتغل يعني مش هيراعي اعتبارات وده مطلوب على فكرة يعني المفروض احنا دايما بنطالب أنه تحكيم يبقى هيئة مستقلة اللي بيديرها ما يبقاش عارف بقى التوازنات والخناقات والكلام ده كله استاذ شريف كابتن عصام تحدث عن انه في رايه انه التحكيم المصري كان مثله مثل منظومه الكرويه المصريه كلها فانتوا تعيبوا فقط في منظومه التحكيم وتتركوا ما تبقى من منظومه الكره في مصر يعني عنده حق الكواليتي نفس زي نفس كواليتي اللعيبه زي نفس كواليتي اداره الكره ملف كره القدم في مصر طبعا احنا بنمر بازمه كبيره جدا طبعا انا تابعت كل تصريحاته طبعا واللي وقفت عنده ان وتوقعته من كلام الكابتن عصام عبد المنعم احترامنا وتقديرنا ليه صحيح. ان الراجل ده ممكن ما ينجحش دي حاجه انا ما اتمنهاش بس ان الراجل ده ممكن ما ينجحش وان الراجل ده ممكن يتفشل لان واضح ان هو جاي على غير اراده اسره التحكيم في ناس دعمت وناس طلعت قالت ايه المشكله ان احنا نستعين بخبير والكلام ده كله الجزئيه الثانيه ان ما تقلوش يعني ما تقلوش كرئيس لجنه ان في حد جاي يطور مش جاي يبقى رئيس الاول ولا خدوا رايه طب نجيب مين كخبير في الفيفا او في الكاف فخدوا لجنه الحكام في الكاف ما خدش رايه فده يبين لك كيف تدار الامور داخل اتحاد الكره بعيدا بقى عن ازمه الاخطاء التحكيميه اللي انا شايف ان اغلبها اثر في نتائج مباريات اثر تاثير كبير جدا اتحاد الكرة ضعيف في الدفاع عن رجاله حتى أزمة الخطاب بتاع نهائي دوري أبطال أفريقيا تنظيم النهائي
وما أسفر عنه من تحقيقات ولجنة تقصي حقائق اللي شكلتها الوزارة أن المخطئ الإدارة التنفيذية لا طلعت دفعت ولا عقبت. وقصة أن الكابتن عصام عبد الفتاح طلب أن الفيديو أو حوار الفار اللي حصل في هدف فاركو الملغي، هدف الأهلي فاركو الملغي، وأن هم يرفضوا، ده ضعف. أنت لو واثق أن موقفك سليم، وكان مش هيعتبر لو موقفهم سليم يعتبر ان تعيين النهارده الكابتن محمود عاشور كحكم فيديو في مباراه بيراميدز والمحله ما يبقاش مرحله عند، هيبقى ده دفاعا عن ان الراجل كانت وجهه نظره سليمه، ده لو هي سليمه. لكن عدم الثقه والضعف في الدفاع عن موظفين او حكام او لجان موجوده داخل الاتحاد. بس عارف الشريف، انا اختلفت مع الكابتن عصام، مش اختلفت، انا قلت له رايي. انا ما اعتقدش انه في بره في اوروبا بيطلعوا الحالات من غرفه الفار ويزعوها للناس. انت قرارك صح امشي زي ما انت عايز، قرارك غلط عاقب، برضو كل ده في الغرف المغلقه، لكن مش كل حاجه بتطلع بس بره بيراجعوا القرارات. يعني لو في طرد في الدوري الانجليزي، لو في حاله طرد ولجنه الحكام او اللجنه القانونيه اللي موجوده في الدوري المحترفين هناك، لو في قرار غلط من الحكم بيرجع، بيتم رجوع. يعني انا بقول لك على نقطه انه هو كان عايز الحاله دي تذاع للجمهور عشان يثبت ان الحكم بتاعه مش مدان. فطبعا عدم ثقه من الاتحاد، ماشي، في ان هم. وعايز اقول لك حاجه، ده يعني انا عرفت معلومه النهارده ان الصوره اللي بتروح لهم غير الصوره اللي بتجيلنا في اللي بتروح للفار، بتروح للفار 4K، اللي بتجيلنا SD، فمختلفه تماما. ودي ازمه كبيره جدا ان تقنيه الفار مش هي نفس تقنية البس. فدي اللي عملت اللغط الكبير جدا في حالات جدلية وحالات مثيرة خلال مشوار الدوري كله. صحيح. والخطوط ومين اللي بيحط ومين المتحكم الـIT ولا الحكم المساعد بتاع الفار اللي بيحط النقطة فين عشان يكشف تسلل. ففي أزمة كبيرة. فالكلام كده يعني وضح لي إن الراجل اللي جاي ده هيواجه صعوبات كبيرة جدا عشان ينجح. صحيح. طيب أستاذ جمال، نعمل إيه عشان ينجح؟ شوف، هو بصراحه يعني نيجي نقول مثلا ايه، المدير الفني المنتخب مصر الاول اجنبي، كلنا نسنده وندعمه وبواحد 2 3 4 معروف. منتخب الاولمبي مدير فني اجنبي هنسنده بواحد 2 3 4، هنسنده بمسابقات كويسه، هنسنده بلاعبين كويسين، هنسنده بمسانده اعلاميه، هنسنده بكل شيء. الراجل اللي بيشتغل بقى في تطوير التحكيم ده يتسند ازاي او يدعم ازاي؟ شغله هو اللي هيبين. يعني ما احنا اذا كنا بنقول ان احنا جايبين واحد عشان يطور اداء الحكام، يبقى لازم الناس اللي هم المشاهدين والأندية يعني يشعروا بهذا التحسن. ما هو التحسن ده هيحصل لو برضو في، ما هو فيش شخص بيشتغل لوحده، حضرتك بتدير مكان. مظبوط. حتى لو حضرتك أحسن مدير في العالم، مظبوط، ومعكش الأدوات اللي بتدير بيها وبتساعدك، مش هتنجح. شوف، هو أولا موضوع الفار ده كريم، المفروض إن هو معمول للقضاء أو لتقليل الإنهاء الأخطاء، يعني لإنهاء لإنهاء الأخطاء. ليه؟ لأنه هو بيدي فرصة للحكم إن هو يبقى زيه زي أي خبير من اللي بيتفرجوا على التلفزيون. صح صح صح، اللي هو بيتفرج على المباراة زيه زينا. وبالتالي ما ينفعش إنه بعد ما يبقى فيه فار يبقى هذا الخطأ. يعني زي ما أنت قلت يا أستاذ الشريف، إنه فيه صورة بتجيلنا وصورة بتروح لهم، ده كلام يعني ما يدخلش عقل حد. المفروض هي صورة واحدة هي اللي بتعرض وهي اللي بيتخذ على أساسها القرار. من هنا بقى نقول إنه كمان ما هي عقوبة الحكم إذا ثبت إنه هو ألحق الضرر بفريق في المنافسة على درع الدوري أو أدى إلى هبوط فريق بخطأ تحكيمي. لان هي مش كيمياء. يعني المفروض انه يبقى فيه وسائل. يعني لو ثبت فعلا ان هناك اخطاء، لا لازم يبقى فيه عقوبه واضحه ومعلنه. اللي كانت مشكله كابتن عصام عبد الفتاح ان هو كان بيطلع مش بيعلق، لا ده بيدافع عن الحكم حتى لو اخطا مخطئ. انا رايي انه ما كانش يطلع يرد اصلا، يعني طبعا لا تدافع يعني ولا تهاجم. ما هو يا تطلع تتكلم في امور عامه وما تتعرضش، لكن انك تنصر الحكم المخطئ
وبعدين يعين بعد كده ويستمر عادي. فده برضو بيدي إحساس للأندية بأنه هناك تعمد وأن هناك توجيه من رئيس اللجنة بحاجة معينة. إحنا طبعا يعني أنا واحد من الناس مثلا طول عمري والله العظيم شايف كنت طول عمري بحب لما أجي أكتب ما بتعرضش للحكام كتير. صحيح بجد يعني. صحيح. لكن لما جاء بقى الكلام عن روح الفار و روح البروتوكول والكلام ده، لا مفيش روح حاجة اسمها روح البروتوكول. هو قانون، هو في قانون. صح. وبعدين اللعبة اللي احنا كنا بنعذر الحكم فيها قبل كده قبل الفار مش هينفع دلوقتي، مش هينفع نعذره فيها. لو بنقول ايه معلش ما شافهاش، كان في لعيب مخبي عليه بالظبط، بنديله مبررات بالظبط، لكن دلوقتي ما في فار. ايوه. يبقى اذا لابد ان تكون نسبة الاخطاء. نعمل ايه بقى مع الراجل الجديد اللي هو كلاتنبرج؟ لابد طبعا من مساندته في البدايه، وهو اعتقد بقى هنا العنصر اللي هيساعده او العناصر اللي هتشتغل معاه هي اللي عليها دور مهم قوي. صحيح. يعني انا من وجهه نظري انه لابد المجموعه، ما هو مش هيشتغل لوحده. مهمه جدا دي، نقطه مهمه جدا. العناصر اللي هتساعده لابد، مش هترجع تاني تجربه وخطا، لا اللي هو واحد يغذيك بمعلومات خاطئه مثلا. لا، لازم يبقى فيه حسن اختيار لفريق العمل اللي هيشتغل معاه. صحيح. يعني ده نقطة يعني مهمة. بقترح ان يبقى الكابتن ياسر عبدالرؤوف والكابتن سمير عثمان موجودين. عندهم تجارب، ما عندهمش يعني في حالة حياد في تحليلهم، سواء اذا كان في اون او في قناه الزمالك. بعيدك كمان عن تحليلهم، هم ما عندهمش تطلعات انه يعني مش فارق معاهم يبقوا الرجل الاول. لا يعني كابتن سمير تولى مسؤوليه اللجنه طبعا، بس لفتره زمنيه. ما يزعلش لو كان رجل تاني، بس لو كانوا موجودين دول هيساعدوا الراجل وهيلموا زمايلهم. لان بص يعني احنا كنا زمان نقول اخطاء التحكيم وارده، ده جزء من متعه اللعبه، الحكم بشر، الكلام ده كله. في وجود الفار الكلام ده لازم يتنسي. صح. الا فيما نظر. يعني ما احنا شفنا كاس العالم في روسيا كان فيه اخطاء طبعا، والدوري الانجليزي كان فيه اخطاء طبعا. ماشي. يعني اللعبه بتاعه ركله الجزاء اللي عملها فان دايك دي جدليه ماشي، وناس تقول، لكن هنا ساعتها نقول انه الفار والحكم قدروها متكرره كده. وما تبقاش واضحه، ما تبقاش متكرره وواضحه. لكن في وجود الفار انسى بقى، مفيش مجال للخطا البشري. انت عندك بروتوكول، عندك لوائح، عندك قوانين، عندك مساحه ان انت تراجع اللعبه. فوجود خطا واخطاء بقى مؤثره في نتائج مباراه. وعلى فكره القصه مش في القمه زي ما قال الاستاذ جمال، في القاع كمان. ايوه يعني أخطر. القصه في القاع اخطر خطيره. أيوة. كمان جدا. انا عايز اقول لك حجم الجماهيريه، حرس الحدود هبط السنه اللي قبل اللي فاتت بجولين جم فيه من لعبتين ركنيتين ما كانوش كورن. ما كانوش كورن والفار موجود. كارثه طبعا. انت يعني الكره ما تخطتش ماشي، او تخطت واتحسبت ركله ركنيه، وجم جولين هبطوا حارس الحدود. فدي ازمه كبيره. فلازم الناس تساعد الراجل ده. صح. ما فيش حل تاني غير المساعده. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع دائما مع الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ شريف عبد القادر. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ شريف، قبل ما اسيب موضوع لجنه الحكام واستقاله الكابتن عصام عبد الفتاح، هل تتوقع بعد استقاله الكابتن عصام عبد الفتاح يعود الاهلي او يعدل عن قراره ويلعب كاس مصر وكاس السوبر المصري؟ اولا قرار النادي الاهلي ده جه بعد اجتماع لمجلس الاداره وشركه الكوره، بحضور يعني اعضاء مجلس الاداره بالكامل، وطلعوا مجموعه القرارات دي. وما فيش مجلس اداره، يعني المجلس الاداره اللي جاي يوم الثلاث. وقرارات الاهلي او طلبات الاهلي ما تنفذتش، يعني ما تنفذتش ماشي زي ما طلب يعني ماشي. فالاهلي مش هيلعب ماتش الكاس يوم الاحد الجاي. هو الاهلي كان طلب ايه وما تنفذش؟ طلب ايقاف محمود عاشور، اقاله لجنه الحكام. مش كفايه اقاله لجنه الحكام، مش استقاله بس. ده ما حصلش. وكابتن محمود عاشور بعد النهارده اتحاد الكره الاكبر من ده، ان اتحاد الكره ما ردش على النادي الاهلي. يعني اتحاد الكره ما فتحش حتى تحقيق. هو في نقطتين بس. اتحاد الكره بحسب الكابتن عصام عبد الفتاح كان متحفظ على تعيين كابتن محمود عاشور حكم للفار النهارده في مباراه بيراميدز وغزل المحله،
النهارده استاذ جمال علام بعد قرار استقاله عصام عبد الفتاح مباشره قال انه احاله الشكاوى المقدمه من الانديه عن الحكام او للحكام او ضد الحكام الى كلاتنبرج. ده هروب من المسؤوليه يا كريم. ده هروب من المسؤوليه. انت عارف هو معلش كلاتنبرج يعني هيجي يشوف الشكاوى يعمل فيها ايه؟ يعني هيجي يعمل فيها ايه الشكاوى دلوقتي؟ ده تخصص يعني اللجنه اللي موجوده بترفع تقارير عن كل الشكاوى دي لمجلس الاداره. لو هي مش قادره بقى تاخد قرار او اللجنه مشيت او الكابتن عصام استقال. لكن ان انت تحيل الراجل لسه عايز يشتغل يعني اول ما يجي اقول له ده متقدم ضده شكوى في ده فخش في صدام مع الحكام ومع اللجنه يعني انت بتفشلهم الاول. ده هروب من المسؤوليه. ده اولا كان لازم يبقى فيه رد على النادي الاهلي. كان لازم يبقى فيه رد ورد معلن على النادي الاهلي. هنبحث الكلام دوت هنشوف الكلام ده كله. لكن مفيش حاجه حصلت. يعني رد الفعل ما جاش. وبعدين اللي حسم موضوع رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح تصريحات وزير الشباب والرياضه امبارح في الاذاعه. لما قال ان كلاتنبرج جاي رئيسا للجنه التحكيم لجنه الحكام والتطوير. لان احنا بعد ما الاهلي طلع قراراته دي فوجئنا ان تبعت لنا على الواتس خبر ان كلاتنبرج جاي يوم السبت لتولي رئاسه لجنه الحكام. يوم الجمعه الكابتن عصام عبد الفتاح بصفته رئيسا للجنه الحكام هيجتمع مع كلاتنبرج اللي جاي يطور الحكام. يوم الحد ما التقوش زي ما قال لك الكابتن عصام بحد قال له اللي حصل قبل كده او قال له الكلام ما تلتقيش معاه. امبارح اللي حسم الموضوع مش اتحاد الكوره. اللي حسم الموضوع وزير الشباب والرياضه. طيب. لما طلع قال ان الراجل ده جاي يبقى رئيس لجنه الحكام. استاذ جمال راي حضرتك ايه؟ هو طبعا كلام دكتور اشرف صبحي اكيد او تصريحه ده كان له دور مهم قوي في حسم الامر لانه من غير المنطقي وانا قايل الكلام ده امبارح من غير المنطقي انه زي ما قلت لحضرتك يبقى فيه انت متعاقد مع خبير اجنبي زي ما تيجي تتعاقد مع مدرب منتخب. تجيب مدرب موازي يعني ولا ايه؟ ما مش هينفع. صحيح. مش هينفع تجيب واحد اجنبي واحد مصري. واحد مصري واحد اجنبي. صحيح. ده امر منطقي. ولذلك ايا كان بقى ليه يعني استقال انا بعتقد انه الخطا الكبير انه اخر قرارات الكابتن عصام الاصرار او تعيين محمود عاشور مع كل الاحترام ليه وهو ما زال لم يرد اتحاد الكره بشانه. يعني ده اعتبر برضو نوع من انواع التحدي يا كريم. وده لا يجب ان يكون موجود. ليه؟ لانه النادي الاهلي لما عمل الازمه او الازمه حصلت حتى لو مش مخطئ لا يعني حتى لو تبين لك ان الكابتن محمود عاشور مش مخطئ. ايوه ما ينفعش. لكن لابد ان تحترم لابد ان تحترم وجهه نظر النادي المتضرر وهو ليس اي نادي برضه خلينا جماهيره لا خلينا بنتكلم منطقي. النادي الاهلي يوم ما كان عنده ازمه مع الاتحاد الافريقي عمل ايه؟ عمل مؤتمر اعلن فيه مجموعه من اولا شرح القصه والاخطاء والكلام ده واعتراضاته وطرح مجموعه من الافكار. والاتحاد الافريقي رغم ان النادي الاهلي كان متضايق جدا من موقفه موضوع اقامه النهائي دوري الابطال من مباراه واحده وفي ملعب المنافس لكن الاهلي كان مبسوط من رد الاتحاد الافريقي. وهذا هو ما كان يجب يعني اذا كان الاتحاد الافريقي رد على النادي الاهلي فمن باب اولى ان اتحاد الكره اصل احنا مش في حرب يعني عالميه. صحيح. احنا مع بعض يعني المفروض انه النادي الاهلي ده والزمالك والاسماعيلي والانديه الكبيره يعني مكونات اساسيه في الكره المصريه. صحيح. ما ينفعش ان انا اتجاهله. فاعتقد انه الخطا زي ما قلنا انه محمود عاشور يتعين قبل ان يرد اتحاد الكره على النادي الاهلي. يعني ده انا بعتبره سبب مهم وقد يكون لاتحاد الكره دور في التسريع او الاسراع بقبول استقاله عصام عبد الفتاح. انت شايفك عندك تعليق؟ كان يعني انا يعني كان يعني كان ممكن الموضوع ده يتحل خبير قانوني من النادي الاهلي مدير الكره ويجي خبير قانوني ويشرحوا الحاله دي يعملوا اجتماع في اتحاد الكره ويطلعوا له الراي العام يقولوا لهم حاله خطا او مش خطا ماشي لان الحاله دي
اتبنى عليها مجموعه قرارات من النادي الاهلي ما ردتش عليها ولا عملت تحقيق اعلنت عنه حتى تفاصيله. يعني احنا فوجئنا دلوقتي باللي حصل بين في الجلسه اللي كان موجود فيها الكابتن محمود عاشور والكابتن عصام فتاح وبس. لكن هل اتحاد الكوره رد؟ هل وضح موقفه؟ هل انا اجريت مثلا تحقيقات؟ هل انا عملت اجتماعات؟ هل مفيش الكلام ده كله. فعلى اي بناء على ايه الاهلي هيعود في قراره بالظبط؟ لكن انا بقول برضو بعد اذنك شايف يعني انه ممكن جدا باتصالات تتم من منطلق بقى العنوان اللي احنا قلنا عليه ان احنا مش اعداء. صح. يعني ما احناش اعداء على طول المصلحة المدى. الجميع ان يعني دايما الامور تبقى هادئه. قد يكون عند النادي الاهلي وجهه نظر اخرى لا نعلم عنها الان. لانه يعني مش كل الامور بتتم في العلن في امور باتصالات وحاجات. ده امر طبيعي جدا. صحيح. ونتمنى ان ده يحصل نوع من التقارب وحل الازمه. صحيح. لكن حتى الان برضو انا مع كلام استاذ جمال دايما بتشرف ودايما بتنور دايما خليه. بستمتع بتواجدي معاك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ شريف كالعاده. بستمتع جدا بتواجدك. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. كل التوفيق ان شاء الله ان شاء الله لمنظومه التحكيم المصريه لمنظومه الكره المصريه بشكل عام. عايزين دايما الحال افضل وعايزين دايما الحال احسن ودايما مساندين داعمين لاي تطوير ان شاء الله. اشوفكم يا رب على الف خير.